المنقوشة. مرحبا، حكينا لكم بحلقة ماضية عن الصحافة السورية أيام العثمانيين وكيف تحررت من السلطة العثمانية وشقت طريقة. اليوم بدي أحكي لكم عن الصحافة السورية أيام الانتداب الفرنسي وأيام الوحدة. بعد ما انتهت فترة حكم الأمير فيصل، سيطر الانتداب الفرنسي على سوريا ورجعت الصحافة لتعاني مرحلة جديدة قديمة من الكبت والاضطهاد أشد وأسوأ من يلي كانت عم بتعاني أيام العثمانيين، وبلشوا الفرنسيين يوقفوا كل صحيفة بيشموا فيها ريحة العروبة. ومن وقت احتلوا سوريا سنة 1920 اختفت الصحف يلي طلعت خلال فترة الاستقلال واخدت مكان صحف بتحمل نزاعات مختلفة. أما الصحف الوطنية يلي ضلت تنطبع فكانت تتوزع بشكل خفي عن الفرنسيين، وبسنة 1921 ربط الجنرال غورو صحافة سوريا بالمفوضية العليا مباشرة لحتى تصير الصحف السورية خاضعة لرقابة أكبر وما تصدر أي صحيفة إلا بإذن المفوضية. وبسبب القوانين الرقابية على المطبوعات وتوقيفها لأقل الأسباب تعددت الصحف الصادرة بفترة الانتداب، بس ما كان يطول عمر الوحدة منها أكثر من 5 سنين، ووصل عدد الصحف يلي صدرت ل 48 جريدة و55 مجلة بدمشق، 22 صحيفة بحلب و21 مجلة. وبسنة 1946 نزل العلم الفرنسي وارتفع العلم السوري ليعلن بداية فترة جديدة من الاستقلال كانت فيها الصحافة السورية عم تعكس الصراع السياسي ومجريات الأحداث ومسبباتها ونتائجها. ومن الصحف الصادرة بدمشق بهي الفترة البعث والمنار والشعب، وبلغ عدد الصحف الصادرة 78 صحيفة و44 مجلة، واستمرت لأكثر من 10 سنين بتعزيز روح العروبة عند السوريين تمهيداً للوحدة مع مصر سنة 1958. وإجا إعلان الوحدة تدشين لمرحلة جديدة بتاريخ سوريا الحديث، وحمل أفكار ومشاريع وطموحات كتيرة، وحصل تغيير مهم بشكل السلطة فالتغت الأحزاب وتشكل الاتحاد القومي. وما كانت الصحافة السورية معزولة عن هذا التطور بالأحداث، فصدرت مراسيم وقوانين بتحرر الصحافة من سيطرة رأس المال وبتربطها بالتنظيم السياسي، وتسكرت الصحف القديمة وصدرت صحف جديدة بتعبر بشكل أقوى عن الوحدة. وكانوا صحيفتين بدمشق، الوحدة وهي سياسية يومية مصورة لراتب حسامي، والجماهير يومية سياسية لجمال الأتاسي. وبحلب صدرت صحيفة الحرية ومجلة كلية الضباط الاحتياط، وشكلت بالحقيقة الصحف بهي الفترة قفزة كبيرة من ناحية التحرير والإخراج مقارنة بصحافة الخمسينيات. ومع نهاية عهد الوحدة بسنة 1961 رجعت الأحزاب لتشكل نفسها، والتغى ارتباط الصحافة بالتنظيم السياسي ورجعت الملكية الخاصة للصحافة وبالتالي استقلاليتها للصحافة. ورجعت كتير من الصحف يلي كانت تصدر قبل الوحدة وتوقفت بزمن الوحدة للصدور، وبلغ عددها 8 صحف بدمشق، البعث والمنار والنور و5 بحلب و2 بحمص و1 باللاذقية هي الشاطئ. وخلال هي الفترة كانت الصحافة السورية عم تعكس وجهات النظر المختلفة وسياسات الأحزاب المتعددة وتعبر بالغالب عن هموم الناس وآمالهم. واستمر الوضع على هي الصورة لتاريخ 8 آذار 1963، التاريخ يلي بتسمى ثورة آذار واللي سيطر فيه الجيش السوري على الحكم. بهذا التاريخ صدر قرار بوقف إصدار الصحف بكل سوريا ما عدا الوحدة العربية وبردة والبعث. وبعد أيام صدر المرسوم التشريعي رقم 4 بتاريخ 13/3/1963 بإلغاء امتياز الصحف والمطبوعات الدورية، وسكر أماكن طبعة ومنع سماع أي دعوة بالتعويض، وصادر المرسوم لمصلحة الخزينة المطابع وآلات الطباعة على أنه تنباع أو تتوزع بين الوزارات والإدارات والمصالح العامة بقرار من مجلس الوزراء.
كما نص المرسوم على الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب هي الصحف أو لأزواج وأولاد إذا كانت ملكيتهم إلى بعد 1961. وصدر كمان القرار رقم 29 تاريخ 25/3/1963 والقاضي بفرض عقوبة العزل المدني على بعض الصحفيين، والقرار 154 تاريخ 29/4/1963 يلي منع بموجبه عدد كبير من الصحفيين والمحررين من مزاولة المهنة. وبعد سلسلة هي القرارات صارت الصحف والمجلات اللي بتصدر بسوريا هي بس اللي بتصدرها جهات رسمية، وهيك صارت الصحافة بتمثل السلطة من وزارات ومؤسسات وهيئات وجمعيات، واستمر الوضع على هالحال ليومنا هذا. هي كانت باختصار قصة الصحافة السورية. إذا بتعرفوا معلومات أكتر ما حكيناها لا تنسوا تشاركونا إياها. سلام.